ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حصة حلوة الحباب. اليوم عندنا لي سابلي بسيترون بسكوي سيترون. نقدموا لكم المقادير ونعاودوا نولوا. عندنا هنا 200 غرام فارينة، 100 غرام زبدة، 100 غرام سكر ناعم، قرصة ملح، زوج مغارف تاع الماكلة تاع الحليب. عندنا هنا 2 صفار البيض، وعندنا خميرة كيميائية مقدار مغرفة تاع القهوة. بوغ لا كريم او سيترون عندنا هنا 100 غرام تاع السكر ناعم، 100 غرام زبدة مبشور ليمون، 2 صفار البيض، وعندنا عصير زوج حبات برتقال. نبداو الان بالتحضير. نبداو بالفارينه، مغرفه صغيره، عندنا السكر الناعم 70 غرام سكر غلاس، هنا نضيفو قلنا تاع الخميرة الكيميائية كويارة كافي، نزيدو هنا مغرفة تاع لافانيلا، وما نساوش قرصة تاع الملح، هنا نخلطو الفارينة مع السكر غلاس، عندنا قلنا 100 غرام زبدة، نوجدو صفار البيض، هنا نضيفو الزبدة، نخدمو الفارينة مع الزبدة، زبدة ولا مارغارين، يعني هنا ونذكر الأخت المشاهدة بلي هنا لا يعني لا ماتيغ غراس عندها يعني ان غون رول في لي غاتو، لازم تخير يعني حاجه اللي تكون عندها بنه. نزيدو لي دو جون، والحليب نزيدو حوالي زوج مغارف الماكلة دو كويارة سوب، بشوية برك يعني يقدر يطلب مغرفة ولا زوج. ولاباط تاعنا ما لازمش نعجنوها،
اذا نخلو العجينه تاعنا ترتاح. ونعاودو نولو نحضرو الكريمه تاعنا. ناخذو هنايا الكاسرول ونشعلو هنايا، لازم يكون فرن سخون. عندنا قلنا 100 غرام سكر ناعم، وعندنا زبدة، من الأحسن تكون زبدة متكونش مارغارين، سيتون كريم. عندنا هنايا مبشور، زست تاع حبة قارص، وعندنا هنايا لو جو دو دو سيترون، نزيدو زوج حبات صفار البيض. لهنا من قبل ما نديرو لاكاسرول تاعنا فوق النار نحركوها شويه. الا درنا هكذا الصفار تاعنا ماشي مخلط، ثم يطيب لنا يدير لنا يفا اتخ كواغولي. دونك اون دوا دابور لو ميلونجي، نخلطوه مليح. ونحطوه فوق النار. ونبقاو هكذا نحركو حتى وين تعقد شويه لاصوص تاعنا. ابان تبدا تعقد نحو لا كاسرول ونزيدو نحطوها، يعني تبرد ولي تتجمد وحدها. يعني هنا لا كريم راهي بدات تعقد. والرائحه راهي طيبه هنايا، ذوق تاع الليمون والزبده. ولا كريم هذه نقدروا يعني نستعملوها في وصفات اخرى، سو سوا اون تارت او سيترون ولا نوتر بيسكوي. نبقاو هكذا نحركو ما نتقلقوش حتى وين تعقد لنا لاصوص تاعنا. لاصوص تاعنا راهي بدات تعقد، نخلوها حتى تبرد وندخلوها للثلاجة باش تزيد تجمد لنا مليح. ونعاودو نولو نجبدو لاباط تاعنا. بعد ما حضرنا يعني كريمة الليمون وخليناها برد، درناها في الثلاجة تبرد. الآن العجينة تاعنا راهي ريحت، نجيبوها نخدموها. هنا ناخدو ان بلا شويه تاع الفارينه من الفوق ونفتحوها. يعني ما تكونش العجينه تاعنا لاباط تاعنا ما لازمش تكون رقيقه هكذا، واحد 3 ملم هكذا راهي مليحه. ناخذو ان بورت بياس، يعني نيمبورت، انا فضلت يعني هذا لو تريونغ. عمليه سهله، يعني السر يعني راه في الكريمه لي تاع لا ديكوراسيون بلوس، يعني لاباط تاعنا راهي شابه.
لي زانغغيديون اللي فيها. الان نطبعوها كوم لا بات تاعنا راهي فراجيل، ناخذوها هكذا ونحطوها عملية سهلة بهذه الطريقة حتى نكملو العجينة تاعنا. وأنا يعني نذكر الأخت المشاهدة باللي نخدمو من هاد الجهة بور لو تريونغل ونزيدو من هاد الجهة الأخرى، مي ما لازمش نخدمو سيغ لو بلون دو ترافاي باسكو لا بات الي تخي فراجيل، غير نرفدوها تكسرنا. دونك لو تريونغل نخدموه نحطوه هنايا ونطبعوه هنا فوق في البلا. نكملوا العمليه تاعنا هكذا حتى وين نكملوا العجينه تاعنا، يعني نديروا حبه تكون هكذا سامبل وحبه تكون هكذا عندها ان بتي تريونغل في الوسط. نكملوا العجينه تاعنا ونعاودوا بعد ما يطيب لو بسكوي تاعنا نعاودوا نشوفوا التزيين تاعو. بعد ما طابوا لي بسكوي تاعنا اللي كنا قطعناهم درناهم دي تريونغل طابو وكنا الكريمة تاعنا وجدناها على كريم و سيترون، قلنا درناها وخليناها حتى بردت درناها في الثلاجة، يعني سيتي فاسيل لا ديكوراسيون. تشدي الحبة ديري لها لا كريم و سيترون وتزيدي لها لوتر تريونغل من الفوق، وهنا زيناها بلو سكر غلاس. ننصحك يعني الاخت المشاهده ما تندميش عليها باسكو لا كريم و سيترون اللي مدت لها ما داق شباب. ان شاء الله تكون نالت اعجابك ونقول لك مع السلامه في حصه مقبله ان شاء الله.